المبنائي مره اخرى في مكون الاملاء، تقويم المدام للمستوى الثاني الابتدائي لدرس التل المربوطه والتل المبسوطه. سنقوم في هذه الحصه بتصحيح التمرين التطبيقي الذي توصلتم به. لاحظ السؤال معي جيدا، اكتب التاء المناسبه، التاء المبسوطه او المربوطه في الكلمات التاليه. لاحظوا معي جيدا الكلمات: طبيبة، طبيبة. بأي تاء تكتب؟ نعم.